كشفت مصادر استخباراتية عن أن داعش الإرهابي يستخدم أسلوب التضخيم الإعلامي وكذب في 400 عملية بالعراق وسوريا. وقالت المصادر أن داعش بدأ باللجوء إلى أسلوب التضخيم الإعلامي لعمليات الإجرامية بهدف إيصال رسالة اطمئنان لعناصره الموجودين في كل من العراق وسوريا الذين فقدوا الاتصال بقياداتهم نتيجة للضغط الأمني الكبير الذي يواجهونه في البلدين، موضحا أن نسبة 65% من العمليات التي يعلنها التنظيم في مواقعه الخاصة لا يوجد لها أثر في أرض الواقع.